المصاب حتى فتح الله تعالى، ونشكر الإطارات الحقوقية التي واكبت معنا هذا الملف وبجدية، وعلى رأسها اللجنة التحضيرية للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وكذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يجعل عملنا خارج الوجه الكريم. للتذكير فقط، هذا البيت هذا سد هذه مدة 5 سنوات، هذا السد لأن كان كيجتمع فيه الإخوان ديال جماعة عدد إحسان، جماعة تتوب إلى الله وتدعو الناس إلى التوبة، كان تجتمع على ذكر الله تعالى، على طاعة الله تعالى، على تعليم الناس دين الله تعالى. فهذا الأمر هذا المخزن جاب الله هذا الأخر باش هاد الناس ما يبقاوش يجتمعوا على دين الله تعالى وعلى معرفة الله تعالى. فمول الدار السي فريد زروال تبلع الدار ديالو هاد المدة وصبر، الله يعطيه الأجر ديال الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى، هو والأهل ديالو، ويرحم الوالد ديالو إن شاء الله تعالى في اليوم المبارك. فالإخوة الكرام، مصاب عظيم، هاد الدار تعرضت للأضرار كثيرة، الأمتعة اللي كانت فيها كما شفتوا راكم دخلتوا تخربت كلها، ثم الدار تعرضت أنها الماء دخل منها، بمعنى أنها باش تولي دار خصها ميزانية قداش، إذا ما نقدوش نقدروها في هاد اللحظات. فالإخوة الكرام، إذا الأضرار كبيرة تعرضت لها، علاش؟ لأن تمارس عليها الظلم وعلى أهلها الظلم، زيادة على الأثر النفسي لهاد العائلة، التشريد والبعد عن الدار ديالهم والحرمان ديالهم من الأملاك ديالهم، فهذا ظلم مرسوم علينا المخزن. فجاء هذا النهار صدر القرار ديال الوكيل العام باش يتفتح هذا البيت، علاش؟ لأن القرار النهار الأول كان يخرج على القانون، مدة ديال 5 سنين كان هذا الفعل غير قانوني، فاليوم قرروا يفتحوه، فجاوا فتحوه، فنسأل الله تعالى يتقبل منا. هذا الفتح ما جاش غير هكذاك، جاء بضغطين، الاحتجاجات ديال مول الدار، الاحتجاجات ديال اعضاء جماعه العدل والاحسان، احتجاجات ديال سكان ديال زايو، احتجاجات ديال الاطارات الحقوقيه اللي واكبوا معنا جميعا هذا الملف هذا. فنسال الله تعالى ان يجازي الله تعالى الجميع خير الجزاء. الاخوه الكرام، ليكن في العلم الجميع ان جماعه العدل والاحسان ماشي غير هذا البيت اللي تشم عليها، عندها البيت هنا، والبيت في العروي، والبيت في الناظور، والبيت في وجده، والبيت في عرفه، وإلى حد الآن تفتح البيت ديال الناظور وتفتح البيت ديال زايو، وربما في هذه اللحظات راه كتفتح البيت ديال العروي، ومازال البيت ديال وجده ديال الأستاذ الداعية إلى الله تعالى السي محمد العبادي، والدار ديال السي حسن عطواني بأبو عرفة مازال مسدودين مشمعين القوات في الأبواب ديالهم. فنسأل الله تعالى، نعم. والإخوة الكرام، واللي ما نساوش كذلك في هذا العمل هذا، هو الصحافة المحلية اللي وكبت معنا هذا العمل هذا، في كل محطة إلا ونلقاو لهم حضور ينشروا ذاك الشيء بصدرين رحب وبموضوعية. فنسأل الله تعالى يجعلنا وإياهم خدمة للصالح العام، الله يجعلنا إن شاء الله أيدي تعمل على جمع الشتات، اللي كيبان الإخوان بأن جات هذه المناسبة جمعت فيها الشتات ديالنا وتجمعت فيها القوات ديالنا، وبهذا التوحيد وبهذا الاتحاد نقدروا نحققوا الخير الكثير لأمتنا ولمدينتنا ولأمة رسول الله جميعا. فهذه دعوة لنا جميعا أننا نترك الخلافات ونجتمع على ما يجمعنا لنحقق الخير لبعضنا البعض ولأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم من حقه هو أنه تجمع القلوب ديالنا على دين الله تعالى، نتحب في الله تعالى، نعيش لله ونموت لله، ونتجمع في رحمة الله يوم القيامة. فالحباب الكرام، ما نطولش على الإخوان، نشكر لكم الحضور والمواكبة، ونسأل الله تعالى يتقبل منا ومنكم مؤمنين ومؤمنات، رجال ونساء، صغار وكبار، الساكنة ديال هذه المدينة كاملين. بهذه المناسبة الإخوان كيحضروا معنا الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، فغادي تكون عندهم كلمة، وإذا كان حتى الإخوان ديال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كان شي واحد حاضر فليتفضل. نسأل الله تعالى يتقبل منا جميعا، وأقول هذا القول وأستغفر الله والحمد لله رب العالمين.